رح نحكي على حصول مركز الفارس على المركز الثاني في بطولة كأس العرب اللي أقيمت بالفجيرة بالإمارات. بشرفنا يكون معنا الآن بالاستوديو المدرب الكابتن محمد العساف، أهلا وسهلا بحضرتك، واللاعبة البطلة ميسر الدهامشي، أهلا وسهلا فيكي. بداية نبلش مع حضرتك كابتن، ومبارك هذا الإنجاز لكم، خبرنا أكثر كيف كانت الأجواء. طبعا احنا كان في معسكر قبلها، كان معسكر كثير كبير، كان معنا منتخب الأولمبي كمان، كان 15 يوم بدنا تعرف بطولة كأس العرب، وكان العرب كثير استعداد يعني قوي، وكان الحمد لله ما توفقنا كثير فيها. صحيح. احنا جبنا اكثر شيء ميداليات، بس هي كانت نقاط، طلعنا ثاني، ولا احنا بالميداليات احنا اول ما شاء الله. بس نادي الفجيرة اللي هو منظم كان مشترك ب 130 لاعب، فبتاخذ عليها نقاط وهيك. صحيح. ولا ميداليات كنا احنا الاول. عم نحكي عن رياضه التايكوندو، عم نحكي عن انجاز مهم جدا. نعم. وبدي ابارك لك ميسر، لك ولعائلتك الكريمه. وكمان برضه رح يكون معنا بعد شوي اخوك احمد، وبرضه حصل على انجاز مشرف جدا بهاي البطوله. خبرينا عن تحضيرك للمشاركه بهاي البطوله، كيف كان؟ كنت جاهزه للبطوله قبل 20 يوم بعد اصابتي بتمزق، ولعبنا معسكر مع أكثر من دولة وتجهزنا للبطولة هاي. ألف سلام عليكي. قديش كان صعب عندك إنه في إصابة وفي تدريب وتجهيز للبطولة؟ ما كان كتير يأثر على تدريبي. ممتاز ممتاز. إحنا بنحكي هون على تجهيزات لبطولة فيها عدد من الأبطال، وعم نحكي على مستويات بالتايكوندو. في أبطال فعليا وصلوا لمراكز مهمة جدا. كيف كان تحضيرك أنت كمدرب؟ يعني خبرت عن معسكر للاعبين الموجودين معك، ولكن أنت كيف جهزت نفسك وجهزت اللاعبين؟ طبعا اللاعبين الفريق معي كلهم من هم صغار بيعرفوا بعض، ومش اول مره بيسافروا معنا. كنا مستعدين احنا اوزان، يعني طلعنا من هون عارفين شو كل واحد وزنه. في عندنا تصفيات منتخب اخر الشهر هذا هون بالاردن، فكانت يعني هي اعداد مع كامل للطلاب، وكانت لا بالعكس تشجيع. يعني احنا بنحب هاي البطولات، تحب المنافسه، تحب الواحد يظل دائما بالمقدمه للبلد يعني باذن الله. صح. ثاني واحد كان نفسه اول لسه، يعني وحكيت لك احنا النقاط هي اللي ما كانت في حظنا. نعم. ولكن برضو إنجاز مشرف وميداليات بترفع الرأس. رح نستعرض مجموعة من الصور ميسر إليك ولا أخوك أحمد، وتحكي لنا أكثر على أجواء العائلية. عم نحكي على عائلة هون رياضية، عائلة مهتمة بالرياضة. نحكي هون أنه اهتمام الأب والأم والعائلة والمحيط دائما بالأبطال بيجعل منهم أبطال، مش مجرد أشخاص رايحين يلعبوا بالنادي شوي ويرجعوا. حكي لنا أكثر. كانوا أهلي أول الداعمين إلي بالتايكوندو، وكانوا دائما يشجعوني أني أروح على النادي وأروح أتدرب. وكان أبوي أول واحد يسجلنا بالتايكوندو ويشجعنا على هذا الإشي. تحياتنا له أكيد. أول رياضة لعبتيها تايكوندو ولا كان في تجارب سابقة؟ لا، كانت أول رياضة بلعبها بحياتي. بأي عمر بلشتي؟ بعمر 6 سنين. واستمريتي ما قطعتي الرياضة؟ لا، استمريت فيها. ممتاز. وبدي أسألك شوي ميسر على الدمج، أو كيف نقدر نعمل بالانس أو توازن بين الرياضة وبين الدراسة؟ طبعاً في توازن بين الدراسة وبين إنه الرياضة. كنت أروح المدرسة بعدها أدرس، بعدها أروح على الرياضة، إنه أروح على النادي وهيك. ممتاز. في تقصير كان بأي جانب من الآخر ولا لا؟ كنت قادر توازن بينهم؟ كنت قادر أوزن بينهم. ممتاز كثير كابتن محمد. لما بنحكي إحنا على شايفين اليوم كلنا فرحتنا إن شاء الله مع النشامة بإذن الله. برضو أنتوا الإنجاز اللي عم تعملوه باسم الأردن، ترفعوا علم الأردن عاليا، شيء مشرف جدا. رح نستعرض برضو بعد شوي تتويج الأبطال، وبرضو رح نستعرض حتى فرحتكم باستقبالهم بالمطار عندنا هون. ولكن بدي أسألك قديش هذا الموضوع بيخلي على عاتقك أنت كمدرب مسؤولية؟ يعني هو إشي بالعكس حلو، يعني يجوز بالبداية بسلسل الواحد بالعكس بحب يرفع علم بلده، وبيكون فيه حماس كثير كثير كثير. والواحد حكيت لك احنا الحمد لله يعني في أكثر من إنجاز الواحد. لا بالعكس إشي كثير، يعني الواحد هسا أنا عندي بطولة عالم شهر 10 كوريا مع المنتخب الناشئين. نعم. مش بصدق بيه توصل الصراحة، إن شاء الله صدق إنه نجيب إنجاز إلها يعني. يا رب. وهذا المستنى منكم دائما إن شاء الله. يا رب. بدي أسأل حضرتك لأنه حتكون معنا بالفقرتين، شو المميز بميسر كلاعبة؟ شجاعتها طبعا. ميسر طالبة نادي الفارس من هي صغيرة، يعني تأسيس من نادي الفارس. نعم. بس هي شجاعة ويعني عندها روح، وتعرف العاب قتالية اذا ما عندك روح بالحلبة لا. صحيح. هي عندها روح كثير قوية. كانت عندك هاي الصفة من قبل ميسر وانت طفلة اصغر من 6 سنوات؟ ولا حسيتي هاي الرياضة هي اللي خلقت هذا الشعور عندك؟ طبعا هي بتعزز الثقة بالنفس هاي الرياضة. شو فرقت معك بشخصيتك وبدراستك؟ يعني مثلا احنا بنحكي للناس دائما انه بنصحك تلعب رياضه لانه ممكن تعطيك فوائد جسمانيه معينه او ثقه بالنفس اكثر. انت كميسر لما بتروحي بتشاركي بهاي البطولات وبترجعي بميداليات بترفع الراس، شو فرقت بشخصيتك الداخليه؟ طبعا بتعزز الثقه في النفس وبتخليني اني مثلا افخر بحالي وهيك. وبدي اسالك كمان شغله، موضوع
الاهتمام الصبايا والفتيات بالألعاب القتالية. يعني بجوز كانت بالفترة اللي قبل سنين شوي ما بنلاقي فيه انتشار عند الفتيات، ولكن بهاي الفترة عم نلاقي فيه إقبال كبير. هل أنت بتشوفي هذا الشيء جيد أو لسه بدهم أكثر لا يوصلوا؟ لا، هو كتير جيد هذا الإشي، وبيخلي البنت شخصيتها أقوى وتقدر تدافع عن حالها. 100%، برافو عليكي. كابتن محمد، كمدرب هل بتشوف إقبال الأهالي على الحاق الفتيات بهاي الرياضات القتالية أكثر من الشباب ولا؟ لا كثير، ويعني بالفترة زي ما أنت حكيت من جديد كثير البنات. ممتاز. يعني أنا عندي بالنادي تقريبا البنات مرات بيكونوا أكثر من الأولاد. ممتاز جدا، لأنه بتعرف الوقت اللي إحنا فيه الآن بحاجة البنت. السوشيال ميديا، الناس صورت كل الأطفال على الألعاب. صحيح. فأنت ولد أو بنت إذا ما سجلته نادي راح النهاية راح يصور فيه هو دراسة وما بتعرف إيش بيأخذ من الموال. فصارت الأندية بالعكس بتشتغل أكثر، وبالذات للبنات، لأنه تعرف الولد بده الزلمة بده بنته، يعني قلنا فيها شخصية تتغير. فهاي الألعاب لا بالعكس. وهون بدنا نأكد دائما للناس إنه الألعاب القتالية في لها قوانين بتحمي. طبعا اللعبة أولمبية، يعني ما وصلت أولمبيات إذا ما عندها أمان كثير يعني. بالضبط. فهي الموضوع ما في خطر، هو بالعكس. بالعكس بعلم الأدب أصلا. إذا ولدك كمان شرس زيادة، الألعاب القتالية هي اللي بتهدي وبتخلي. أنا في ناس بيجي بيقولك أنا ابني بدهوش ألعاب قتالية، دائما بضرب الناس. بالعكس، هذا اللي لازم أصلا يجي ألعاب قتالية حتى يتعلم طبعا. يتعلم كيف إنه الضرب والشغلات هاي، وما بزير تضرب الناس. هذا الشيء بتعلمه بالرياضة. صحيح. تضبط النفس. اثنين بدهم الأخلاق. كل بده. صحيح. كابتن ميسر، احكي لنا شوي على روتين حياتك اليومية كلاعبة. بنعرف إنه هاي الرياضات إذا الواحد بيقطع شوي لياقته بتضعف، حتى ليونة جسمه بتكون أقل، ويمكن شفناها بكورونا كلنا تنذكر ما تنعاد. لما قطعنا فترة طويلة عن الأندية صار اللاعب بده فترة أكثر ليرجع، طبعا مع وجود الذاكرة العضلية، ولكن اللاعب بده جهد أكبر ليرجع للمستوى اللي كان فيه. وحتفضلتي أنه أنت من عمر 6 سنوات لليوم وأنت مستمرة بهاي الرياضة، حكينا شوي أكثر على هذا الجانب. طبعا اللياقة ده بتأثر برضو على التدريب وعلى اللعب وهي. فإحنا كنا نتدرب بجيم بجبل عمان مع المنتخب، كان عندنا لياقة ونتدرب كل يوم. وهاي الفترة حاليا كل يوم تتدربي انت ولا في ايام معينة للراحة؟ لا، كل يوم بتدرب ما عدا يوم الجمعة، بيكون عندنا استراحة من التدريب ونتدرب مع كوتش محمد لياقة. هذا التدريب هو تجهيز لمشاركات ولا هذا نمط حياتك اليومي بالرياضة انت؟ لا، تجهيز لمشاركات ونمط حياة برضه. ممتاز. في معسكرات زي ما تفضلت بيكون قبل اي مشاركة نعم انا حكيت لك هسه في عندنا بطولة عالم بشهر 10، هي يعني الهدف الرئيسي. بس هسه في تصفيات منتخب. نعم. فهم لازم احنا تعرف تصفيات منتخب، بتفوت لاعب منتخب بعديها بتروح بتكون بتكملوا تكثيف ل فهسه عندنا حاله طوارئ يعني، وبعديها بصير مع المنتخب مع الاتحاد ان شاء الله. الرياضي دائما عنده طوارئ يعني. اليوم احنا كنا طوارئ عشان المنتخب. يا رب اليوم برضه انتم برضه انجازكم مشرف. بدنا نرجع نشكركم على هذا الانجاز. بدي اسالكم على شعوركم. طبعا في انجاز وفي تعب وفي سهر وفي نمط حياه معين زي ما تفضلتي، تمرين يومي وتمرين مكثف مع المدربين، ولكن شو شعور المدرب واللاعبة لما بتم مناداتهم للتتويج بعد جهد كثير كبير؟ تبلش معك ميسر. بنشعر بالفخر وبننبسط كثير على انه وصلنا لهذا الانجاز بعد كل التعب اللي احنا تعبناه، تعب الكوتشات معنا. مين اول حدا حكيتي مع التليفون قلتي له ذهب؟ ماما. بنوجهها تحية كثير كبيرة. كابتن، خبرنا على شعورك بعد ما تشوف جهدك مع الأبطال دائما يتوج وينادوا للتكريم على المنصة. تعرف البطولة، يوم البطولة تعب لأنها تفكير كثير. صحيح. أنت بتكون تكتشن للاعب، بتراقب لاعب ثاني، مباراة بيكون اللاعب جولة معنويا. تعرف الصغار مرات جعباله يلعب. صحيح. فأنت بدك تتدخل وتشحنه، بتكون أنت بتحكي جوا بالك يلا بدي أخلص البطولة إن شاء الله. بس لما تيجي وتستلم كأس أو تشوف الأولاد كلهم جايبين إنجاز كبير، بروح بدي ارجع عيد البطوله مره ثانيه. يعني بتروح بتقول طب انا بدي تعبت بدي انام. لا خلاص، الله يصير عندك نشاط. بالعكس، الانجاز اخر شيء بزيح كل شيء. تتويج بتستاهلوه لانه تعبتوا فعليا انتم بالمرحله الماضيه. ميسر، احنا سعداء جدا بتواجدك معنا اليوم. بدي اسالك لمين بتوجهي شكر، سواء من الاهل او المدرسه او الناس المحيطه اللي قاعدين عم يدعموكي نفسيا؟ بشكر اهلي اول شيء لانهم دعموني وخلوني استمر بهاي الرياضه. بشكر الكوتشات تاعوني عينهم وصلوني للي أنا فيه هلأ، وبشكر جو أكاديمي وأستاذ نضال الهندي على دعمهم إلنا بهاي البطولة. تحياتنا لكل اللي ذكرتيهم أكيد. ودائما بنحكي إنه الرياضات الأردنية بحاجة لدعم، بحاجة للفت انتباه لكل الشركات والرعاة، إنه هدول الأبطال بيرفعوا اسم الأردن وعلم الأردن عاليا في المحافل الرياضية. احكي
نحكي على إنجاز أردني مشرف أيضا ومستمرين، ولكن الآن معنا البطل أحمد الدهامشي، وطبعا مستمر معنا الكابتن محمد العساف. كابتن أحمد أهلا وسهلا فيك ومبارك هذا الإنجاز. الله يسلمك. رح نبلش مع حضرتك وتخبرني على مشاركتك بهاي البطولة، برضو احنا نحكي على نفس بطولة كأس العرب اللي أقيمت في الفجيرة للتايكواندو، خبرني. الحمد لله شاركت بالبطولة والحمد لله فضل الله ثم فضل الكابتن محمد وكابتن فارس، جبت ذهبيا الحمد لله ما شاء الله. كنا عم نحكي من شوي مع ميسر على العيلة الرياضية، لما بيكون في حدا برضو بيلعب معك ونفس الرياضة في البيت، قديش هذا إشي بيشكل لك عبء أو بيشكل لك دافع أكثر؟ لا بشكل دافع الحمد. ما شاء الله ممتاز كثير. كابتن محمد بدي أسألك شو المميز بأحمد كلاعب؟ أحمد أول إشي عنده مرونة كثير، شجاع نفس ميسر، هم العيلة ما شاء الله جينات لا جينات بس عنده ليونة عالية وروح قتالية عالية وعنده مرونة، يعني بيصيب الوجه من الإجر بسهولة جدا، يعني من هو صغير بيصيبها سهولة. هاي الإشي طبعا بالتايكوندو تعرف النقاط على الوجه كثير أعلى من أنه يلعب، في لعيب بيجيب تحت كل أعلى فوق، طبعا كل ما جاب النقاط الأعلى كل ما كان هو راح هي يفوز أكثر. طبعا طبعا. كابتن أحمد إمتى بلشت تلعب تايكوندو؟ صار لي بتدرب من 4 سنين، يعني 10 سنوات صار لي بلعب تايكوندو ما شاء الله، وبرضه مستمر ما قطعت. مستمر. وهون نحكي على دور الأهل، ضروري بأنه يحافظوا على استمرارية أهل، إشي مهم كثير بالرياضة. صحيح، هو اللي بيدعم هو اللي بيرجع. ايام بتشوف كابتن محمد انه في اهل بود اولادهم، دائما بنحكيها انه بوديهم بس بالعطله الصيفيه كثير بتيجي، هاي بقول لك انه خليه يتسلى شهرين. صح. في الصيف وبعدين بيرجع لدراسته، اقطع الرياضه 100%. انا واحد من الناس درست، بلشت انا العيله الرياضيه تعرف الاستاذ علي العساف. صحيح طبعا. بلشت تايكوندو من احنا صغار وحتى بالتوجيه وحتى بكل شيء خلص ما بتاثر. نعم انها صحيح، دراسه ورياضه ما بتاثر، تنظيم الوقت هو الاهم 100%. بالعكس انت بتضغطه بدراسه كامله مش راح يعطيك دراسه، وتضغطه برياضه زياده مش راح يعطيك. صحيح. فبالعكس الولد كمان لما يصير عنده بده يصير بده يدرس وبده يصير بطل رياضي، هذا الاشي لعمر معين بيطلع من مراحل كثير منيحه. صحيح، وبالفرق طبعا بالعكس عارفه هذا الاشي وعندها ثقه بهذا. وهون احنا دائما نحاول نثقف الاهل ونحكي لهم على هذه الجزئيه. نعم. لانه تفرق مع اللاعب نفسه، يعني ممكن يكون عنده موهبه انه فعليا يكون بطل. صح. بس انك تحطه شهرين وتقطعه للسنه الجاي شهرين، هو بس بجرد بيقضي وقت ما بيستفيدش رياضيا. صح. كابتن احمد احكي لي على تجهيزك للمشاركه بهاي البطوله، كيف كان تحضيركم بالمعسكر بالتدريبات اللي قبل؟ الحمد لله تدربنا بالمعسكر مع اكثر من دوله، والحمد لله كان بالبطوله 22 دوله و60 نادي، وكانت يعني البطوله كثير قويه، وكان يعني مشارك فيها 1300 لاعب، ويعني بفضل الله الحمد لله ان جبت الذهبيه ما شاء الله. خفت شيء بس شفت حدا من اللاعبين، حدا من المنتخبات من الانديه، ولا قلت لا كله قادرين عليه؟ لا ان شاء الله قلت انه الكل مقدور عليه باذن الله، وما شاء الله عليك رجعت بذهب بيرفع الراس، مبارك لك طبعا. الله يبارك. خبرني شوي برضو على موضوع اللي كنا عم نحكي فيه مع ميسر ومع الكابتن محمد، اللي هو التنظيم بين الدراسه وبين التمرين. هسا بين الدراسه وبين التدريب، هسا اروح انا من المدرسه استريح شوي، بعدها ادرس، بعدها اروح على النادي. كل يوم؟ كل يوم ما عدا الجمعه، هي اللي بكون بترتاحوا شوي. انتم بترتاحوا المدربين عشان تكونوا تشحنوا طاقه لترجعوا مرات بكون في بطوله الجمعه اصلا، يعني بكون في شبريك صراحه عندكم. خبرني على اصعب نزال كان موجود او اصعب مواجهه كانت في هاي البطوله بالنسبه لك. ببطوله الفجيره؟ الفجيره نعم. كانت مباراه النهائي ضد البحرين، كانت قويه شوي بس الحمد لله كنت قادر. ما شاء الله عنك. كابتن محمد لما بتشوف انه التكنيكس والمهارات اللي انت بتكون عارفها عند اللاعبين، ولكن ممكن بلحظه من التوتر النفسي خلينا نقول او صدمته بالخصم اللي عم بيكون قدامه، ممكن ينسى شيء من اللي انت معلمه اياه وانت عارف انه عنده اياه هاي المهاره، وين بيكون دورك وكيف الاليه اللي بتقدر توصل فيها للاعب هو تحت الضغط وتحت التاثير انه هو قاعد بده يعمل انجاز، مش دائما بالمباراه المدرب بس كوتش. في مرات بطاريه. صحيح. بشحن اللاعب مرات، انت بتخلص من اللاعب تتطلع من وقفته بتعرف هو يأسان، هو حاسس انها المباراه مش له، فهنا ما مش وقت تحكي له تكنيك. صح. هون وقت تشحنه، تذكره، تذكره بالذهبيه، تذكره باهله، تذكره بتعبه، تحكي له انت تعب، احنا تعبنا، يلا يا بطل تقدر له، انت فرضا جبت وجهه قبل، جبت وجهه هسه، ركز كمان مره، انت بطل، بدك تشحنه بشيء ثاني. صحيح. فمرات انت تعرف وين انت بالمباراه. هون ضروري يكون المدرب واللاعب على علاقه من التفاهم طبعا والاريحيه، عشان بيقدر يعرف كيف يوصل له الرساله باسرع وقت. صح. حكيت لك مرات انت ما بينفع التكنيك، بدك الحافز، مرات ضايل
10 ثواني 15 ثانيه ولاعبك فايز بفرق نقطه نقطتين يعني ممكن يخسرهم، فانت بتلاقي اللاعب هو مش عارف شو يعمل، بدك تحفزه تذكره، مرات اللاعب بيرجع بين جوله ياسان. صحيح، بدك تكون حافز بهاي الفتره 100%. رح نكمل حديثنا معاكم كباتن، ولكن في فيديو وصلنا منكم اللي هو استقبالكم كابطال بالتايكوندو لما وصلتوا على المطار، وهذا الفيديو حافز انه ان شاء الله بكره نرجع نستقبل برضه نشامه بفوزهم بكاس اسيا ان شاء الله. فخلينا نشوف هذا الفيديو السريع مع بعض ونرجع نكمل مقابلتنا. يعني يمكن هاي الفرحة لكل اللاعبين وكل الأبطال اللي بينجزوا بيستنوا يرجعوا على المطار يشوفوا صح. أهلهم وحبايبهم اللي ما كانوا قادرين يكونوا معاهم بالبلد اللي سافروا عليها. بدي أسألكم عن شعوركم لما وصلتوا وشفتوا هذا الاستقبال الحافل، بداية من عندك كابتن أحمد وبعدين كابتن محمد. الحمد لله، يعني كانت فرحة كثير يعني حلوة طبعا. وشو اسمه يعني بعد الذهبية وبيكون أهلك موجودين وصلي يعني مش شايفهم 21 يوم طبعا راح تكون فرحه كثير حلوه. مين اول حدا حكيت معه تليفون قلت له انا جبت الذهب؟ الحمد لله يعني حكيت مع امي. الله يخليكم اياها يا رب. كابتن محمد، برضو عم نحكي احنا على ثمره تعبكم عم بيكون بمثل هذا الاحتفال وغيره، بيكون بتتويجكم على المنصات وانجازكم. شو الكلمه اللي بتحب تحكيها دائما للاعبين اللي معك قبل، وشو الكلمه بتحكيها بعد ما تخلصوا الانجاز؟ هسا قبل دائما يعني اذا كنا زي هيك برا وتعبانين بمعسكر بتحاولوا تذكروا انه انت تعبت مش عشان اشي، يعني ما تستهين بالمباراه، ما تضيع ولا ثانيه. كل ما تحس حالك بدك تضيع او تعرف هاي اي واحد بيصير معه بكون يحكي خلص انا يئست، حتى بالدراسه يعني صحيح. تذكروا انه انت تعبت، في اهلك بحضروا لك على اللايف قاعدين يشوفوك وبيتمنوا يفوز، تفوز، العب بشغف، العب تفوز، مهما كانت النتيجة، مهما كانت الظروف المباراة لا تستسلم، يعني حاول قد ما تقدر أعطي كل اللي عندك 100%. بعد المباراة طبعا أنت بتحاول زي هيك فرضا فرح زي هذا بتحكي له هاي شايف تعبك ما راح على الفاضي، بكرة لما تتدرب تذكر هذا الإشي، بكرة لما تجيب إنجازات حط هذا الإشي بعيونك بكرة وأنت تعبان، تعرف التدريب هو الميدالية مش البطولة صحيح. فأنت بالتدريب بدك حافز تحكي له فرضا تذكر تتويج، تذكر فرحة الناس فيك، الاستقبال صحيح. فهذا الشيء عشان يعطي باور لو وشعر مزيد من الإنجاز إن شاء الله يا رب. كابتن أحمد، كلمة أخيرة منك لمين بتحب توجه شكر؟ بشكر أول إشي الكابتن محمد وكابتن فارس، بعدين بشكر أهلي وبشكر جو أكاديمي والأستاذ نضال. طبعا تحياتنا للجميع ومبارك هذا الإنجاز لكم، وإن شاء الله دائما بإنجازاتكم مشرفة محليا ودوليا. أعطيكم ألف عافية.